أبشروا أبشروا، علامات النصر تلوح بالأفق. فعندما يبلغ الظلم والطغيان مدى، وعندما يظن أهل الباطل أنهم قضوا على الإسلام وعلى شوكة الإسلام وأنه لن تقوم للإسلام قائمة، وعندما يصل الشدة واليأس إلى قلوب المؤمنين ويترقبون بجدة ويقولون متى يأتي الفرج، متى يأتي النصر، عندها يأتي النصر والفرج من الله سبحانه وتعالى. يقول في كتابه الكريم: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. ففي أشد المحن والأزمات يأتي النصر والفتح والتمكين. أما كيف نستعجل هذا النصر؟ فنستعجله بالتوحيد الخالص لله وبالتمسك بالكتاب والسنة. يقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم يعبدونني لا يشركون بالله شيئا. فتمسكوا بكتاب ربكم وبسنة نبيكم وحافظوا على توحيدكم وأبشروا بالنصر، فالنصر قريب بإذن الله.